إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم شهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزيم أيطمع كل امرئ منهم كلهم jangan كلهم Ayat ma'u kullum ri'im minhum ayyudkhala jannata na'im Alla inna khalaqnahum mimma ya'lamun Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun Ala an nubaddila khayran minhum wa ma nahnu bimasbuqin فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث ذراعا كأنهم إلى نصب يوفدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا فقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم
ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض مساقا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا وقال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا كافرا إلا فاجرا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم. Kamu suka baca artinya juga? Baca cuman enggak apa-apa. Artinya ngerti jalan ceritanya gitu ya, supaya memudahkan hafalan kan ya. Ya. Itu berapa surat tadi? 5. Jadi insya Allah besok sambungannya ya, surat jin ya. Ya. Qul uhiya ilayya annahu sama'a nafirun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Itu udah apa? Terusin. Enggak, baru sedikit. Ya udah cuma sedikit jin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ilar rusyd fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina ma ittakhadha sahibatan wa la walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi shatata wa anna dhanna allan taqula al-insu wa al-jinnu 'alallahi kadhiba. Belum, berarti jin ayat 5 ya. Ya bagus. Ya bagus, di ini lagi ya, di murojaah lagi setiap hari dari 1-5 ayat, 5 surat tambah gitu supaya nanti enggak lupa ya. Insyaallah. Makasih ya, Sal. Taruh situ. Kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, Neng. Ini berapa surat? 6. Boleh, tenang we. Buat Intan apa sih yang gak boleh? Ya. Tuh, dipasang dulu Neng. Ininya, sel. Dipasang. Itu nyamuk ya? Itu nyamuk. Surat apa? Al-Mulk. Sama? Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haq, Pak. Iya. Mundur dikit, Neng. Di sini dekat cahaya, Neng. Iya, dah. Semoga enggak ada penyanyi dangdut. Al-Mulk.